ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بإذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. القازمي يوجب التحقيق في حريق مستشفى ابن الخطيب. وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى القازمي بالتحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونعى القازمي حساب بيان حكومي شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب، وأمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة. ووجه القازمي باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا، كما وجه بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء وتوجيه إمكانيات الدولة لمعالجة جرحي الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق. أرجو الدعاء للمصابين، ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض، والله يرحم المتوفين، ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.